كانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب ومقدساته، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من بينهم نساء وأطفال. هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا، أوضح أن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو في قطاع غزة أو في جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد. أضاف أبوردينا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يواصل جهوده مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي.